الشركة دي اجت بورسعيد في 1/7/2013 واخدتنا سنة عارة من المحافظة ونقلتنا في 1/7/2014. من يوم ما نقلتنا واحنا حقوقنا ضيعة خالص خالص خالص، كل حقوق العاملين بالإدارة وبالشركة بالمحطات ضيعة، ومع الوعود ومع كل الخدمات اللي بتتعمل دي ما فيش اي حد بيجي بورسعيد ويدينا كلمة حلوة. اسماعيلية والسويس بيصرفوا مبادلات عننا 300% وكل حقوقهم واحنا ما بنصرفش اي حاجة، وقفنا بدل المرة 2 و3 و4 و5 ولا حد بيجينا، فمش عارفين نعمل ايه. احنا عايزين نرجع المحافظة. طب انتوا عملتوا ايه حاجة؟ يعني ايه اللي انتوا قدمتوه مثلا عشان تطلبوا الطلبات دي؟ قدمنا كل حاجة، زائد ان المحافظة واحنا فيها جميع الامكانيات موجودة في المحافظة، من زيوت لمعدات لعربيات لقطع غيار، كانت اي محطة تعطل نطلع نصلحها ونرجع بكل المعدات المحافظة. الشركة من يوم ما اجت ما فيش اي حاجة من المعدات دي، وبيدخل لها كل يوم ملايين من بره في المناصره والجرابعه ومن الجنوب، ومحقوقنا مش موجوده هناك. طيب انتوا قدمتوا طلبات للمحافظ مثلا او لاي جهه؟ قدمنا مره واثنين وثلاثه وللشركه، واجانا مهندسين من الشركه علي حسين والجنايني وقعدوا معانا الاسبوع اللي فات، وقدمنا لهم كل حاجه وعملنا اضراب وعملنا اعتصام 4 ايام في الاداره اللي عند السجن، ولا حد قلنا من غير ردهم ايه؟ هنجيب لكم الوعود دي وهنلبي لكم الوعود دي ولا حياة اللي منه. بقالهم قد ايه الكلام ده؟ بقالهم النهارده 11 يوم، كانوا واعدين عاطينا وعده من يوم الاحد اللي فات. تمام. ان هم هيلبوا لنا لطلباتنا ولا حياة اللي منه. طب وهي ايه مطالبكم بالظبط بقى؟ حقوقنا، يعني التكافل الاجتماعي بيخصموا مننا بقاله 4 شهور وما بيفرضوش في المحافظه. التامين الصحي الوقت عشان الانسان يعيا تروح التامين يشحتوك عشان انت مش تبع المحافظه، انت تبع الشركه الوقت مالكش تامين بالشركه. جميع حقوق العاملين بيتخصم منه. احنا كنا الاول بنشتغل الايام العيد في المحافظه، بعد يومين ثلاثه نصرفها. الوقت اشتغلنا العيد الصغير قبضناه في العيد الكبير، واشتغلنا العيد الكبير خلص بقاله 3 شهور اهو لسه ما قبضناه. جمعه وسبتات كنا بنشتغلها ونقبضها من المحافظه، ما فيش حاجه من ده خالص. ما فيش اجازات ولا بدل اجازات ولا حاجه؟ اللي بياخد اجازه بيتخصم له 200 و300 و500 و700 مرضي. ما فيش لائحة قتال، ما فيش لائحة. احنا بنطلب باللائحة، ما فيش لوائح، وقعدونا بقالنا سنة وشوية ما فيش. في لائحة قتال بتنزل اللي هي الخصومات اللي بتنزل دي، الانسان طبعا لو تعب ولا حاجة بيعيا في بيته. صندوق التكافل من يوم من 90 بيتخصم مننا، من سنة 90 لغاية الوقت بيتخصم مننا، عايزين الغلوه مني. مفيش نقابة مثلا او حاجة؟ مفيش نقابة، الشركة محدش عارف لها هي من وين. بعدنا عن المحافظة، دي عصابة ماسكاها واحنا بالمحافظة من اسماعيلية ومن هنا.